من جهته أكد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة حرص الوزارة على الاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد بأهمية الاستثمار في الشباب بالتعليم والتمكين وإنفاذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتوفير فرص العمل المناسبة لتوظيف الشباب. وزارة شؤون الشباب والرياضة حريصة كل الحرص على الاستجابة على لتوصيات صاحب السمو الملكي ولي العهد اللي علمنا او اللي وجهنا بالتركيز على الأهمية في الاستثمار في الشباب وفي الرياضة بس خاصة في الاستثمار في الشباب بالنسبة للتعليم والتمكين في بيئة تنافسية عادلة مفتوحة تخدم تطلعاتهم طموحهم. في الوزارة حريصة كل الحرص بعد على تنفيذ توجيهات سيدي صاحب ناصر بن حمد آل خليفة بالنسبة لتوفير فرص العمل المناسبة لتوظيف الشباب، وإحنا ما عندنا شك الأمانة أن هذه الخطة الوطنية المتكاملة بتبدأ ولا بتوجهنا في الاتجاه الصحيح.